وهذا حضوري اليوم كنمثل المجلس على السلطة القضائية بحكم انني عضوة فيه في هذه الندوة اللي كتنظمها الجمعية المغربية للنساء القاضيات. الموضوع راه كيف شفتوه هو عدالة الأحداث، والجمعية المغربية للنساء القاضيات تأسست من بعد الدستور 2011 اللي مكن القضاة باش يأسسوا جمعيات مهنية. المرأة القاضية والقاضية المغربية ما خلاتش المرحلة التاريخية تفوت، بطبيعة الحال أسست منبر ديالها اللي هو الجمعية، وحققت رسمات أهداف، رسمات استراتيجية عمل. هاد الندوة من هاد الندوة ومجموعة ندوات داخلة في إطار استراتيجية العمل ديالها. الجمعية كتناضل على مقاربة النوع بالنسبة للقاضيات في المشهد القضائي، تمكينهم من مراكز القرار. راه كيف ما كتنمو كتصير أيضا حتى السياق العام في كل المواضيع اللي كيعرفها، سواء القوانين الجديده ديال مثلا قانون العنف، قانون تجارة البشر، القوانين اللي كتمس الطفوله، فهي كتنظم عده ندوات وموائد مستديره في هذا السياق. اذا نلتقي اليوم في اطار الندوه المنظمه من طرف جمعيه المراه القاضيه المغربيه. كما قلت، هذه الندوه هي فرصه من اجل اعاده النقاش وتبادل الافكار حول احد المواضيع الراهنيه التي تحظى باهتمام السياسه الجنائيه الوطنيه، وهو الموضوع المتعلق بعداله الاحداث. اكيد ان المغرب بذل مجهود كبير في هذا المجال، لا من خلال انخراط في المنظومه القانونيه الدوليه، ولا من خلال تطوير الترسانه القانونيه الوطنيه، ولا ايضا على مستوى الممارسه العمليه. فالعمل القضائي كرس واحد العديد من الممارسات الفضلى في هذا الاطار، ولكن مع ذلك يعني كما قلت، بالرجوع للاحصائيات المسجله وبتشخيص الواقع الممارسه، هناك مجموعه من التساؤلات ومجموعه من الاشكالات العمليه التي ما زالت تفرض نفسها بقوه وتحتاج الى اجوبه من اجل الوصول الى عداله فعاله في مجال ديال جنوح الاحداث. عداله من طبيعه الحال تستجيب للمتطلبات ديال هذه الفئه، وايضا تسعى الى وضع حد لهذا الجنوح وايجاد اجوبه فعاله لهذا كما قلت لهذا الجنوح. على مستوى وزاره العدل هناك عمل كبير ينجز على مستوى السياسه الجنائيه التشريعيه، بحيث ان الوزاره اعدت مشروع قانون جنائي ومشروع قانون مسطره جنائيه. على مستوى هذه المشاريع هناك واحد مجموعه من المستجدات التي ستعطي قيمه مضافه لعداله الاحداث، خاصه ما يرتبط بمشروع ديال قانون المسطره الجنائيه، بحيث تم التنصيص على رفع السن الموجب لاعتقال الحدث من 12 سنه الى 15 سنه، وهذه غتكون اليه يعني غادي تحاول تنقص عدد الاحداث المتواجدين بمراكز ديال الاصلاح والتهذيب. ايضا المشروع اعطى امكانيه لاستبدال العقوبه الحبسيه بتدابير، وغادي يكون الجهات التي يمكن ان تلتمس هذا التدبير هي جهات متعدده بما فيها المدراء ديال مراكز الاصلاح والتهذيب، اي مؤسسات سجنيه. ايضا هناك مستجدات اللي عندها علاقه بتعزيز دور المساعد والمساعده الاجتماعيه في مجال عداله الاحداث، من خلال التنصيص على امكانيه الحضور ديالهم للجلسات، امكانيه اجراء الصلح، إمكانية إعداد تقارير على غرار التقارير التي يعدها مندوب الحرية المحروسة، وأيضا إمكانية للزيارة ديال مراكز الإصلاح والتهذيب من طبيعة الحال رفقة الهيئات القضائية المختصة، وإنجاز أبحاث اجتماعية من شأنها أن تعطي قيمة مضافة للعمل ديالهم، وأيضا تعطي آلية للسادة القضاة باش يكون عندهم إلمام حول وضعية الحدث لاتخاذ التدبير أو العقوبة التي تتناسب معه. أيضا هناك اشتغال أيضا على مشروع قانون يتعلق بالنظام العام مطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، اللي هو يعني مشروع يعني متميز في واحد مجموعة من المستجدات اللي عندها علاقة بالتدبير ديال وضعية الحدث، من خلال التنصيص على خلق واحد العديد من المراكز سواء المفتوحه او المغلقه لتدبير الوضعيه ديال الحدث، وايضا التنصيص على ان كل حدث ينبغي ان يكون له مشروع حياه يبني من خلاله مستقبله ونتمكن من خلاله من اخراجه من براثيل الجنوح من طبيعه الحال الى الادماج في المجتمع كمواطن يعني عادي صالح يعني يؤدي المهام المتوخاه منه وايضا يلتزم بالالتزامات المفروضه عليه.
اليوم كيف ما شفتوا حنا حاضرين في لتنظيم ندوة على إثر الشراكات اللي برمناها مع وزارة العدل على غير باقي الجمعيات المهنية. الموضوع اللي غادي نتناوله اليوم هو عدالة الأحداث. كما عرفتوا هو أن عدالة الأحداث راهي كتناول واحد الفئة خاصة من المجتمع ذات صبغة معينة اللي هما الأطفال القاصرين ما دون 18 سنة. هذه الفئة اللي كيف ما عرفتوا القانون الجنائي فيه على مجموعة ديال القوانين ومجموعة ديال الردع بالنسبة لمرتكبي الجرائم، لكن هذه الفئة هذه المعينة المشرع حاول ما أمكن يكون عندها طابع تربوي من أجل إعادة الإدماج ديالهم في المجتمع، حاول ما أمكن يلجأ للتدابير اللي هي وقائية أكثر من هي عقابية لإعادة إدماج هاد الأطفال من جديد في المجتمع. وما تيتناولش غير جانب متعلق بالأطفال مرتكبي الجرائم، ولكن أيضا الأطفال اللي هما في وضعية صعبة. المداخلات كما عرفتوا مادام في إطار الشراكة، حضر معنا الأستاذ هشام الملاطي مدير شؤون الجنائية والعفو اللي غادي يتناول الموضوع من الشق المتعلق بمدى مساهمة الوزارة في هاد المجال. وأيضا المداخلات الأخرى هي غادي تكون من ناحية العملية ومدى ملائمة القوانين المغربية مع الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.